السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله متابعينا ومستمعينا في بودكاست عنان. زي ما يقولون ختامها مسك، وإحنا اليوم نختم موسمنا الأول من بودكاست عنان بحلقة خاصة نستعرض فيها أبرز المواضيع اللي تناقشنا فيها مع ضيوفنا على مدار الموسم، واللي استهدفنا من خلالها الحديث عن الفرص العديدة المتاحة أمام الشباب واللي تسهم إن شاء الله في تحقيق رؤية المملكة 2030. كيف تختار العمل اللي يناسبك؟ يمكن كثير من الشباب يطرح هذا السؤال ولا يعرفون من وين يبدون، لكن في حلقتنا الأولى جاوبنا الدكتور محمد الحاجي دكتور العلوم السلوكية والاجتماعية في كلمتين: الوعي الذاتي. وحتى يختار الشخص المهنة اللي تناسبه عليه أولا أن يدرك سماته الشخصية، لأن لكل منا سماته الشخصية الخاصة اللي يبدع في شيء معين وممكن ما يبدع في الأمر الآخر، فمعرفة النفس أهم شيء. شخص غير اجتماعي لا يحبذ مقابلة الغرباء، لا يحبذ مقابلة الجمهور، هل هذا من المناسب له أن يعمل موارد بشرية مثلا أو يعمل خلينا نقول خدمة عملاء؟ لا، هذا وين يروح؟ يروح للتعامل مع الأجهزة، يصبح مهندس، يدرس هندسة، يصبح عالم حاسوب كمبيوتر ساينتست مثلا. فبالتالي لكل شخص فيه مساحة يقدر يبدع فيها، سواء كان انطوائي أو كان انبساطي. الانبساطي مثلا يرهق نفسه لما يعمل فقط أمام المشين والأجهزة، لأنه هو يحب أن يتعامل مع الناس. ويأخذنا الذكاء العاطفي في بيئة العمل للحياة بعد التخرج، وهو الموضوع اللي خصصنا له حلقة كاملة مع ضيفنا الأستاذ عبدالعزيز التويجري مستشار توظيف وتطوير مهني، حتى تساعد الشباب في تحديد ميولهم المهنية في مرحلة مبكرة ومرحلة أيضا مصيرية من حياتهم. فمن الطبيعي أنه يكون في مخاوف، لكن هذه المخاوف أوجدنا إن شاء الله لها بعض الإجابات في حلقتنا مع الأستاذ عبدالعزيز. أحب أوضح للطلاب أن سوق العمل ما هو مثل ما أنت متصور. ليش؟ لازم الواحد يعرف انه هو ما هو قريب من سوق العمل، فبعده عن سوق العمل يعطيك تصورات خاطئه، لانه انت بناء على ايش قلت انه مثلا انا اول ما اتخرج بتوظف. احنا الان في عصر ما مر على ناس سابقا، الان فيه سوشيال ميديا، فيه منصات مفتوحه، مصادر تعلم كثيره، يوديمي، كورسيرا، منصات زي هدف، يوفرون منصات للتعلم. وهذا الشيء لازم يعرفه الطالب، ان مرحله التعلم ما تنتهي بالجامعه. صح. انت اذا كنت تعتقد انه خلاص انا بتوظف عشان ارتاح، ما في شيء اسمه يعني برتاح، لانه كل شوي يعني اذا انت دخلت مجال مثلا التسويق يعني تطلع تقنيات جديده. صح. لازم تواكبها ولازم تتعلمها. وبالحديث عن الفرص المتاحة أمام الشباب والخريجين، خصصنا حلقة عن القطاع الثالث، وهو القطاع المكون من المؤسسات والهيئات غير الربحية، مثل المؤسسات الخيرية والحقوقية والنقابية، مثل مؤسستنا هذه، مؤسسة محمد بن سلمان مسك. احنا نعمل في القطاع غير الربحي، ولذلك استضفنا الأستاذ المميز أسامة الحناكي اللي هو يعتبر خبير في الأبحاث النوعية حول القطاع غير الربحي، وتحدثنا عن الفرص المتاحة في هذا القطاع. لو جينا لعدد الموظفين في القطاع غير الربحي، آخر دراسة صدرت من الهيئة العامة للإحصاء 2018 أن هناك 72 ألف موظف في القطاع غير الربحي، عدد كبير منهم موظفين برواتب مجزية، وظائف لائقة، وظائف حتى مسجلة في التأمينات الاجتماعية. الربع الأخير من عام 2021 فيه 31 أكثر من 31 ألف موظف مسجل في التأمينات الاجتماعية تحت مسمى جمعية، فهي وظائف لائقة، وظائف لها مستقبل. قطاع ناشئ ما زال ينمو، فرص النمو والتطور فيه عالية. أنا ودي أقول للشباب أنه يأخذون في الاعتبار ضمن الخيارات المتاحة أمامهم القطاع غير الربحي. لما نقول قطاع غير ربحي مو فقط العمل فيه، لازم تصير نظرتنا للقطاع بشكل أوسع. عندي فرصة أني أتطوع في القطاع غير ربحي، عندي فرصة أني أعطي أتبرع للمنظمات الرسمية في القطاع غير ربحي، عندي فرصة أني أكون عضو أنضم لجمعية أو جمعية تطوعية أو جمعية أهلية، عندي فرصة أني أساهم في تأسيس، وعندي فرصة أني أتوظف.
إذا أنا ما استطعت أني أتوظف أو شغفي في مكان آخر سواء في العمل الحكومي أو القطاع الخاص ما أستطيع أني أفرط في السبل الأخرى. القطاع غير الربحي هو يعطيك وسيلة ومنفذ لأنك تعيد العطاء لمجتمعك سواء من تبرعك، من عضويتك، من تطوعك، من وقتك أو من ابتكارك الاجتماعي اللي بيخدم الوطن وبيقدم حلول مجتمعية. ومثل ما هو مهم أن الشباب يختارون المهنة اللي تناسبهم سواء في القطاع الحكومي أو الخاص أو حتى في القطاع الثالث، مهم أيضاً أنهم يختارون بيئة العمل اللي تناسبهم، وهو ما خصصنا له الحلقة الرابعة من بودكاست عنان واللي أكدنا فيها الدكتور معاذ الجفري مستشار تواصل داخلي على عدم وجود ما يسمى بيئة العمل الإيجابية أو السلبية، وإنما بيئة العمل هي اللي تناسب كل شخص بعينه. لذلك خلونا نفهم فلسفته في هذا الموضوع. لما يجي واحد يقول لك والله البيئة هذه سلبية أو البيئة هذه كويسة روحوا هناك، والله عندكم الشركة الفلانية بيئتهم جدا جاذبة وجدا رائعة وجدا إيجابية، يمكن هي البيئة إيجابية وجدا رائعة لأن الشخص اللي كان يشرح لك أو يسوق لك لهذه البيئة مهتم بهذيك الجوانب، بس شخصيتك أنت اليوم غير يعني غير مهتمة أو ما تشوف هذه الجوانب، فبالتالي أنت لو رحت لهذيك البيئة اللي الناس يقولون عنها إيجابية تكون بالنسبة لك لشخصك سلبية، ما هي ملائمة. ليش؟ مو عشان هي سيئة، لا، عشان هي غير مناسبة لك. كل بيئة تعمل فيها سلبيات فيها إيجابيات، فأنا اليوم لازم أعرف شلون أتوائم مع السلبيات اللي في منشأتي وأعرف شلون أعظم من قيمة الإيجابيات اللي في منشأتي. هذا التساؤل اللي دائما يجيني مني أنا أعمل مع، يمكن اشتغلت أو دخلت أكثر من 60 جهة حكومية في السعودية الحمد لله، فشفت كل بيئات الأعمال وشفت كل التحديات اللي فيها. يجيني واحد يقول لي معاذ يا أخي أنا بيئتي يا أخي صعبة، ودي أطلع، ودي أغير، وش تقترح لي، وش تشوف؟ دائما أقول لا تطلع من بيئتك، لأنك يمكن تطلع من بيئة تروح البيئة مختلفة بتحل مشكلة واحد اثنين، لكن ترى ثلاثة أربعة هي نفسها ما تغيرت. ويعتبر العمل المرن أيضا جزء من بيئة العمل المناسبة لكثيرين، لذلك خصصنا لحلقتنا الخامسة من بودكاست عنان مع ضيفنا الأستاذ محمد الصبيح، وهو مؤسس لمنصة متخصصة بالعمل المرن. طبعا نظام العمل المرن بدأ يتشكل في المملكة عام 2020، وهو ما يمكن الشباب من العمل بنظام الساعات التعاقدية خلال فترات قصيرة. خلونا نعرف أكثر عن مفهوم العمل المرن. أنا طالب، أنا ما أستطيع أن يعمل، أنا عندي الخميس والجمعة مثلا فقط، أريد أن يعمل في الشركة الآن قادر أن تتعاقد معه بالطريقة هذه. قبل كانت يعني ما فيه إطار تنظيمي يعكس هذا الشيء، اليوم فيه إطار تنظيمي والحمد لله في نمو في كبير في هذا القطاع، خصوصا طبعا الشركات في احتياج كبير لهذا المجال. يعني تتكلم عن قطاعات مثل قطاعات الأطعمة والمشروبات دائما يوم الخميس زحمة، صح، بينما يوم الثلاثاء يمكن ما في ناس. تتكلم عن خلال اليوم أيضا في فترات ذروة خلال اليوم، فأنت عندك احتياج وعندك تغير. عندك رمضان مثلا، يعني يمكن هذه معلومة، في رمضان قطاع الأغذية والمشروبات أحيانا تصل الانخفاض فيه لفوق 30-40% مثلا عن الأشهر الباقية، فهو ما محتاج للعمل المرن هذا، محتاج أن يكون عنده ناس يجونه في فترات الذروة، وإذا ما صار عنده ناس فترة الذروة المفروض أنهم ما يجون. يعني في ناس مثلا يقول ياش الوظيفة الفلانية اللي في المجال الفلاني ولا أنا ما أبي. طيب جرب، ترى ما هو شرط أن هذه تصير وظيفة أحلامك، لكن في بداية حياتك الوظيفية كون رصيد كبير من التجارب من الخبرات. أنت ما تدري أنت تحب تقابل الناس ولا لا، طيب جرب. يعني مثلا توظف معنا واحد كان من الناس المتميزين جدا في العمل، بعدين قبل وظيفة في الأرشفة داوم يوم، بعدين دق قال له أنا ما أقدر أكمل. ليش؟ قال ما في بني آدم أقابله، يعني أنا كلهم قابل ملفات ومقابل كمبيوترات، أنا أحب أقابل الناس. فهذا لاحظ أنه أعرف وش اللي ناس بعرف شخصيته، يعني قبل أن أنا أحب أقابل الناس، أحب أشتغل مع الناس، لكن ما أحب أن يشتغل في مكان مغلق ومقفل. وستجد العكس، صح، تجد الواحد اللي يقول قابل الناس وقعد ما أتحمل ما أقدر، خلني في مكان مقفل أشتغل أنا ويا نفسي قدام الكمبيوتر، هذا أفضل لي. فهي فرصة الواحد أنه يتعرف على نفسه فترة مبكرة، يشوف الشيء اللي يناسبه والشيء اللي ما يناسبه، وأيضا يختبر نفسه يشتغل في الشيء اللي ما يناسبه كفترة، ما هي مشكلة. طبعا من حلقة العمل المرن والتدريب الجزئي ننطلق إلى
كيف يصنع الشخص أثر وكيف يترك أثرا مستداما. فكل شاب في النهاية يريد أن يترك بصمته الخاصة، وهو الموضوع اللي خصصنا له الحلقة السادسة من بودكاست عنان مع الدكتور ناصر بن تهيم المستشار في مجال البحث والتخطيط الاستراتيجي، واللي تحدثنا فيها عن كيفية ترك أثرا مستداما. أبدأ أجرب، يعني خصوصا في مرحلة العشرينات، مرحلة العشرينات لازم أجرب فيها كل شيء، فأبدأ بالتجربة، أتطوع، أجرب مواضيع مختلفة. يفضل أني أبتعد عن تخصصي أو يعني إذا كنت موظف عن وظيفتي. في ناس يقول لك أتطوع في مجال وظيفتي أو تخصصي، لا، جرب مجالات أخرى، جرب جرب جرب، لما تجد التحدي اللي تقول والله هذا الشيء اللي حسخر نفسي له مدى الحياة. يعني أنا اليوم أبغى أنفذ مشروع زي ما قلنا، فزت في هاكاثون، مشروع كويس، بس ما خططت له صح علشان أبدأ استراتيجيا. هذا يقودنا إلى مهارات التنفيذ، ضعف مهارات التنفيذ اللي ذكرنا أنها تحتاج ممارسة. أنا صراحة مع فريق العمل عندي، سواء في الوظيفة أو الفرق التطوعية أو الجمعيات اللي أشتغل معاها، أقول لهم أنا 10% تخطيط 90% تنفيذ. نجتمع يوم كم ساعة نخطط، نحط الهدف الاستراتيجي، أنا أبغى أوصل الوين وكيف أبدأ، بعدين يلا ننزل الميدان، واجهنا تحديات نرجع ونصلح ونمشي. تجد أنه هذه الطريقة أسرع من طريقة اللي يبغى يحط الخطة الكاملة، عرفت، الخطة المثالية الكاملة اللي تأخذ شهور. وهذه تدخلنا في دوامة التخطيط، أخطط وأخطط وأخطط وأرجع أخطط مرة ثانية، لأننا في عنان مهتمين بالتحديات القائمة والتحديات المستقبلية، فكان لازم نخصص حلقة عن الذكاء الاصطناعي، واللي جاوبتنا فيها ضيفتنا الدكتورة نجوى الغامدي الخبيرة في مجال الذكاء الاصطناعي على سؤال يشغل معظم الشباب: ليش يفكرون في مستقبلهم؟ وهل هو فعلا الذكاء الاصطناعي بيحل مكاننا في العمل أو لا؟ قد لا يكون الذكاء الاصطناعي دائما هو الحل لهذه المشاكل، بالعكس قد يكون حل مكلف، فممكن تكون حلول أكثر سهولة من الذكاء الاصطناعي. فلرواد الأعمال عموما والمستثمرين دائما أبحثوا عن الاستثمارات أو فرص الأعمال اللي يكون فيها pain point واضح. الذكاء الاصطناعي كيف ممكن يحسن في ذلك؟ ممكن من خلال الذكاء الاصطناعي أنك أنت تبحث عن فكرة يجعلك، أو الذكاء الاصطناعي ممكن يساهم في خلق ما يسمى البلو أوشن إيريا، أو الأسواق الجديدة اللي ما يمكن تكون الأسواق التقليدية منافسة له. فهنا ممكن الذكاء الاصطناعي يعطيك نوعا ما إج أو ميزة تنافسية يخليك متقدم على الثانيين بمراحل ويخليك متميز. لكن أنك تستخدم الذكاء الاصطناعي كسبب، أنا ما أعتقد. لازم تكون عندك هناك نقطة ألم واضحة تقدر تبدأ منها. قد يكون هذا الذكاء الاصطناعي يلغي بعض الوظائف الروتينية، لكن في المقابل حيصير التركيز على الوظائف الإبداعية والوظائف الممكنة لمنظومة الذكاء الاصطناعي الموجودة عندنا، بالإضافة إلى التقنيات اللي حتعتمد على الذكاء الاصطناعي زي الـ IoT، زي السايبر سيكوريتي وغيرها. هذه التقنيات حيكون الذكاء الاصطناعي جزء مهم منها، فحيكون عندك منظومة سوق عمل جديد تماما مختلف. ولأننا تكلمنا على المستقبل والنجاح في مجال ريادة الأعمال وترك أثر مستدام، فلابد أننا نتكلم عن القيادة. لذلك خصصنا حلقتنا الثامنة من بودكاست عنان عن أهم صفات القائد الناجح وأهمية تطوير المهارات القيادية، وجاوبنا ضيفنا الأستاذ ثامر شاكر الخبير في مجال الإدارة وتطوير المنشآت على سؤال يشغل الشباب، وهو: هل يولد الشخص قائد أم أنها مهارة مكتسبة؟ بمعنى أنك ممكن تحصل قائد بالفطرة، ولد عنده الكاريزما، عنده سرعة التواصل، عنده حس المسؤولية، عنده كذا كذا كذا. والثاني بالتعلم، لأنه أكيد بالتعلم إحنا ممكن نصل إلى 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 الحس القيادة مرتفع. لكن المثير وعلى حسب الدراسات إنه 70% من يولدون بهذه الصفات القيادية تختفي وتتبخر لو لم يتم تنميتها. ويعني بالضبط، خليني أعطيك مثال. اللي ربنا أعطاه بنية جسمانية قوية، صح، وما راح الجيم مع السنوات، إيش يصير فيه؟ يصبح عبارة عن كتلة مترهلة، صح. نفس الشيء ينطبق على 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 الحس القيادي أو القدرة القيادية، هي عبارة عن ممارسة مستمرة، نسقلها بالتعلم المستمر وبالممارسة إلى أن تصل إلى أقصى حالاتها
من النضوج، انه قدرته على استمراره في التعلم بالقراءه، قدرته على انه يقترب من فريق العمل ويكون عارف ايش اللي صاير في 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 خبايا اروقه العمل رغم كبر القاعده الموجوده لدي، سواء كان برانشز او اوبريشن ليفل كان مختلف او عدد ستاف كبير، كيف يقدر هو يتوغل في هذا الشيء، قدرته على ممارسة والاهتمام بحياته الأسرية والصحية، هذا كل إدارة وقت. لذلك أعتقد كان هو سي او بيبسي اللي طلع مرة في مرات وقال إنه والله جاك ويلش، والله ما أذكر، بس أحد من في بداية الألفين ذكر إنه شبه الرجل الأعمال الناجح أو الإداري المحنك هو الذي يستطيع أن يتلاعب بأكثر من كرة وما تطيح منه ولا كرة في الأرض وتنكسر، لأن لو انكسرت ما تتصلح. إيش هي الكور؟ كان ما بين أسرة، اهتمامه بأسرته، اهتمامه بصحته، اهتمامه بعمله وإنجازه لأهدافه، ويمكن حياته الشخصية، أهدافه الشخصية هو على المستوى الشخصي مثلا. فلذلك الشطارة كل أحد فينا كيف يقدر يحدد ويعيش هذه الحياة باتزان شديد، الموضوع مو سهل. صح، أحيانا البعض يقول لي 24 ساعة ما تكفيني. صراحة في شباب كثيرين يشتكون أن اليوم ما يكفيهم وأن عندهم أفكار وخطط كثيرة ولكن يبغون ينفذونها بس الوقت ضيق. عشان كذا خصصنا حلقة 9 من بودكاست عنان للحديث عن صياغة الأفكار وريادة الأعمال مع ضيفتنا ورائدة الأعمال الأستاذة لمية الشمري. فالطموح جميل، ولكن الأجمل أن تضبط طموحاتك بالوقت. أنا حابة عذراً، أنا حابة أني أذكر كذلك مسرعات الأعمال. بالضبط، هذا اللي كنت بدخل فيها بعد قبل. مسرعات الأعمال عادة تقدم لك ليس فقط الاستثمار، ولكن تقدم لك يعني أعتقد أنها ممكن تكون نقلة في طريقة تفكيرك. رواد الأعمال اللي معك واللي أنا أعتقد أنهم يمثلون 70% من أهمية المسرعة، لأنك تلقى أنه حتى باختلاف القطاعات اللي تخدمونها وباختلاف نماذج الأعمال اللي تنفذونها، كلكم تشتركوا في نفس التحديات اللي هي في اختيار فريق العمل. صح. وفي التسويق وأثبات أنه المنتج له سوق، وفي المشاكل القانونية، فكلنا نتشارك بنفس التحديات. لذلك إحنا نساعد بعض، نشوف ناس سبقوك في حل هذا وأنت سبقتهم كذا وتساعدهم بعض. الثالثة والمهمة هي البيئة. لما تدخل مسرعة أعمال، التسارع في الجداول وفي الأعمال وفي الجلسات الإرشادية يجعل منك أكثر سرعة في إدارة أعمالك. فلما تطلع من المسرعة أنت دخلت في سرعة عالية جدا في الإنجاز وتحقيق الأهداف. وبالحديث عن ريادة الأعمال كان لابد أن نتطرق إلى نوع هام منها وهو الاستثمار الاجتماعي، وهذه الحلقة خصصناها وكانت الحلقة 10 مع ضيفتنا الأستاذة لجين العبيد الخبير في مجال الأثر والاستثمار الاجتماعي، وتحدثنا عن هذا المجال وكيف يتم الاستثمار اجتماعيا وسبل الوصول إلى هذا الاستثمار. الاستثمار الاجتماعي هو استغلال رؤوس الأموال زي ما هي موجودة في القطاع التجاري، اللهم أن أنت تدخلها نموذج عمل تجاري يولد أرباح، لكن يكون التركيز كذلك على توليد أثر. كيف يكون توليد الأثر؟ يكون عن طريق بناء حل مستدام لتحدي اجتماعي معين. وأنا دائما أحب أبسط الأمور، فودي أضرب مثال. اللي نفرض أن إحنا عندنا 50,000 ريال، 50,000 ريال أنت ممكن توزعها على 50 بيت من ذوي الدخل المحدود، تعطي 1,000 ريال لكل بيت، لكن بعد شهر شهرين هذا المبلغ ينتهي وما الأثر لا يستمر. هذا ما يعني أنه ما ولد أثر، ولد أثر مؤقت. تأخذ هذا 50,000 ريال تروح توديها إلى جمعية تعمل برنامج تنموي، هذه 50,000 تتأكد أنها تدرب 5 أشخاص من ذوي الدخل المحدود بحيث أنهم ينتهون بوظيفة في نهاية البرنامج. هذا برنامج تنموي الأثر جدا ممتاز، يحل مشكلة لكن على دائرة ضيقة 5 أشخاص. أو أنك أنت تروح تأخذ هذه 50,000 وتضعها في تطبيق، هذا التطبيق
يساهم في وضع منتجات الأسر المنتجة من ذوي الدخل المحدود، بدل ما أنك أنت تكون قاعد تدعم 5 أشخاص فقط، أنت ممكن تدعم 100 150 200 وتتوسع دائرة الأثر من خلال هذا الحل المبتكر للتحدي الاجتماعي اللي هو ممكن توفير دخل لذوي الدخل المحدود. لأن الأثر اللي نحتاج شبابنا يتركونه مو مقتصر على حدود المملكة فقط، بل حتى يكونون مواطنين عالميين فعالين يساهمون في حل القضايا العالمية. كان لابد أننا نخصص حلقتنا 11 من بودكاست عنان عن المواطنة العالمية مع ضيوفنا الأستاذ عثمان المعمر رئيس مجموعة شباب 20 والدكتور حمد الدراعي ممثل الشباب السعودي في لقاءات شباب 20 والأستاذة يسرى العتيبي رئيس وفد شباب المملكة إلى مجموعة شباب 20. بما أننا تكلمنا عن مكانة المملكة في المواطنة العالمية، كان لابد أننا نتكلم عن المكان اللي وصلت له المملكة العربية السعودية وتحديدا في التعليم. فإحنا في المملكة العربية السعودية لازم دورنا احنا كشباب اننا نكون متواجدين في المحافل العالمية، في البرامج العالمية هذه، لان لازم يكون صوتنا مسموع عند متخذي القرار هناك. فلما نتكلم عن مثلا دورنا احنا في الرؤية كشباب، انا اشوف ان دورنا الرئيسي هو نكون سفراءها. طبعا السؤال اللي يجي كيف وشلون نوصل لها، في برامج في المملكة الان تقام، واحدة منها مثلا برنامج الاصوات المتمكنة في مؤسسة مسك الخيرية، وفي كذلك سلام، برنامج سلام، والهدف من هذه البرامج أنها تصنع قادة في مجال المواطنة العالمية يمثلون المملكة العربية السعودية في المحافل العالمية. والتمثيل عادة ما يكون فقط في الحضور، لأن الحضور هو 2-3 أيام في إيفنت، الحبكة في السنة كاملة، الأعمال الرئيسية كيف أني أنا أكون في البرامج اللي تختار الكونتنت اللي يكون في الإيفنت، كيف أنا أكون في البوليسيز للشباب اللي تصنع، كيف أني أنا أكون بارت في البيانات الختامية. يعني وجودك يكون مؤثر و... نعم. ويشكل فرق. أي أكيد. لأن بالنهاية ترى هذا هي اللي بتبقى. صح. الإيفنت بيكون شيء جميل وبيصير، لكن بيبقى الريزولوشنز. هي حصلت في فترتين، الفترة الأولى أنا أعتقد أننا تربينا على المواطنة العالمية. ممكن تشوف أن احنا في المدارس كان عندنا منهج اسمه الوطنية. صحيح. وهو هي نفس الفكرة، المفاهيم كيف أنه يكون أنا عندي الوطنية القومية اللي هي تكون مفاهيم لي أنا في وطني، وكيف يكون لي آثار بشكل مباشر غير مباشر على الآخرين. في نفس الوقت إحنا تعاملنا مع الآخرين، مع زوار الوطن، لما يكون عندنا شخص زائر من برا، من التاريخ دائما تعرف أنه مثلا عندنا دائما تفهم للشخص الزائر وكيف أنه ممكن نتعاون معه ونساعدهم. ولو شفت في التاريخ دائما السعودية مساعدة تدعم الدول المجاورة، الأخوان اللي في حالات مختلفة من تحديات العالم. فوجود هذا المفهوم عندنا وتربينا عليه سهل علينا أن ندخل في المنطقة أو الفترة الأخرى، وهي جزء الحمد لله من رؤية 2030 المواطنة العالمية، أن كيف أن أنا أكون جزء فعال في المستوى العالمي. التعليم مو فقط للتعلم، التعليم كمان للمواطنة الجيدة، خصوصا مبدأ التعلم المستمر أو اللايف لونج ليرنينج. طول ما الإنسان قاعد يتعلم فهو قاعد يكتسب أشياء جديدة، قاعد يكون عنده اطلاع على اللي قاعد يدور حوالينه. نرجع لمفاهيم المواطن العالمية، يطلع يكون عنده معرفة بالأشياء اللي حوالينه، يكون عنده تعاطف للأشياء المشتركة مع المواطنين العالميين من أماكن مختلفة. أنت ذكرت نقطة أنه اختلافات التعليم في العالم. أنا بعطيك مثال بسيط عن مسيرة التعليم عندنا في المملكة، وهي تعتبر بالنسبة لي مثال يعني بارز جدا لكيف وصلت المملكة العربية السعودية في فترة قياسية تعتبر إذا قارناها في دول العالم الآخر. صح. إلى أن أصبحنا اليوم تقريبا أنا أعتبر كل شباب السعوديين مواطنين عالميين. كان في حلقات استثنائية خاصة بالنسبة لبودكاست عنان، وكانت من ضمن جولات مسك. هذه الحلقات استضفنا كثير من الضيوف اللي كانوا متواجدين في جولة مسك، وكان في أكثر من مدينة. خلونا نتعرف على أبرز الضيوف اللي كانوا معنا في جولة مسك. المرأة السعودية ما شاء الله أثبتت نفسها، وأيضا رؤيتنا ما شاء الله رؤية المملكة وضعت يعني حيز جدا كبير
وأهم مرتكزاته هو تمكين الشباب والمرأة أيضا. فما شاء الله البرامج والمبادرات والمشاريع في كل مكان. أفضل مثال لقادتنا وملهمنا القائد سمو الأمير محمد بن سلمان وكيف أثروا على المملكة العربية السعودية. تواجد قائد ملهم أثر على مجتمع كامل، أثر على دولة كاملة، أثر على تواجدها في على ظهور الإعلام العالمي بشكل كامل. لن تتمكن من قيادة الآخرين إذا لم تتمكن من قيادة نفسك. أما صفات القادة وصفات القيادة بحر المحيطات، لكن المهم فيها أن نبدأ فيما نحتاجه من هذه الصفات. كل فرصة قدامك حاول تستغلها، سوي قد ما تقدر مقابلات شخصية، ممكن توقف قدام المراية وتتحاول تتكلم مع نفسك، جهز النقاط واستحضرها في بالك، لكن مو للدرجة اللي تخلي الشخص اللي بيقابلك يفهم أنه أنت محضر مقال وجالس تقرأ منه. اليوم احنا رؤية القيادة عندنا إيش تقول؟ وهي بترول الجيل الجنريشن القادمة أو المواهب اللي عندنا والموارد البشرية اللي عندنا ستكون بترول الفترة القادمة. يا سلام. فإيش أكثر من كذا استثمار؟ أصبحت المملكة يمكن في مقدمة دول المنطقة فيما يتعلق في حجم الاستثمارات من صناديق رأس مال الجريء، عدد المشاريع الممولة. فلما تجي إلى مؤتمر مثل هالمؤتمر أو جولة مثل هالجولة هذه الرهيبة اللي فيها متحدثين وفيها أشخاص مختلفين جداً وكل واحد يدلو بدلوه، وممكن بس انت تاخذ شراره كذا واحده تخليك حرفيا كذا تفكر خارج الصندوق. حتى شخص بشكل واعي يبدا يفكر وش هي مكام القوه اللي عنده، وش المهارات اللي يحتاجها الوطن، يحتاجها هذا القرن، يركز عليها، يستثمر في نفسه، يبادر، يقرا كثيرا، ينمي مهاراته، ثم في الاخره يبرز هذه المهارات من خلال التسويق بالمحتوى والحديث ونقل المعرفة. مهم جدا على أي شخص يعمل في التواصل أنه ما يكون عمله محصور بس في مجالات محدودة. خل نقول حنا على سبيل المثال أنه بس جالس يعمم أو جالس بس يرسل. أنت دورك كمسؤول تواصل داخلي أو كقائد تواصل داخلي أنك تكون فعلا ذا عمق بشكل كبير. تيجي أنت تستثمر في مشروع لابد أنك أنت تصرف لنفسك راتب معقول اللي هو مساوي لسوق العمل. ما ينفع تيجي تقول أنه راعي الحلال يس بالضبط تعتقد أنه أنت ربحان وإنت لا دا أنت ربحان ولا أي حاجة. ابدأ يعني بنفسك. أنا أتكلم هنا للشباب ابدأ بنفسك. لازم يكون عندك فكرة فارقة فيها طريقة مختلفة في الرسائل عندك. أنت شيء يميزك يعني ارتكز على مثلا اللي يميزك. مثلا والله أنا ببدأ ممكن أبدأ في مهاراتي اللي أنا أملكها، ممكن أبدأ في تخصصي، ممكن أبدأ في هواياتي. لو أنا مثلا كرة القدم أسوي بودكاست عن كرة. لم يعد الحضور والانصراف هو المعيار الرئيس لأن هذا طال إن هذا موظف مجتهد أو كفؤ. الآن إنجازك هو أو انت ايش قاعد تسوي، ايش تعطيني عمل، هو اللي قاعد يثبت لي. فاقول لك مثلا نحن من عائله ليست عائله تجاريه. اللي صار معانا بمجرد فتحنا السجل يعني كانت تهافت علينا الجهات الحكوميه، الكل حابب يقدم مبادره، هيئه المنشات المتوسطه الصغيره تقدم مبادره، تعالوا اذا حابين استشارات، اذا حابين استشارات فرديه. هذا اللي صاير ايضا جوله مسك تمكين الشباب في الاخير. هذا مورد من الموارد مهم جدا. طبعا قبل نوصل معكم إلى الختام متابعين الأعزاء نذكركم بالتواصل معنا عبر منصة مكان مسك، المنصة اللي نلتقي معكم من خلالها، ودائما تابعونا عبر جميع وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بمؤسسة محمد بن سلمان مسك. شوفكم في الموسم الثاني.